محدش يبيع مخدرات هنا. جملة كانت كفيلة تنهي حياة شاب لما تصدى لمجموعة من الشباب كانوا يبيعوا مخدرات في الشارع. قال لهم بلاش، عيب، ما يصحش، ما ينفعش، فقرروا انهم يتخلصوا منه. لكنهم تخلصوا منه في مشهد صادم امام كل اهالي المنطقة، علشان كان بالنسبة لهم الضمير اللي بيصحيهم. تعالوا نشوف كواليس القصة وايه اللي حصل من اهل المجني عليه. اللي حصل هو احمد ما كانش يحب حد يقف في الحارة يبيع، ونبههم كثير. ففي اليوم دوت كان قبلها كان في فرح عندنا يعني، وكانوا جايين بالميكروباص. فالواد وقف لاحمد بيتخانق معاه عشان ايه يعني، هو معاه عربيه تقريبا، وعمال تتف. احمد قال له اصبر لما الستات تنزل، كان قبلها بيوم تقريبا او اتنين بس. فاحمد كان جاي له عربيه من اسوان بيصلحها، فقاعد على جنب بيحسب الحسابات. فجه الواد الصغير بالسنجه، يا ابني مش عارفه ايه، يا ابني مش عارفه ايه، يشتم يعني شتيمه مش كويسه بس. فراح ابوه بيقول له ايه يا احمد يا عرابي، فهو طلع لهم، طلع يعني ما فيش اي حاجه، ما فيش نيت يعني مشكله يعني. فهو طلع لهم، طبعا هم كانوا محضرين نفسهم الضرب بقى والشوم والسكاكين والحكايات ديت بس. المهم سمعت ابوه بيقول له ايه يا احمد يا عرابي، عبال ما رحت لحد البلكونه الخناقه ما كملش دقايق. قبل ما نزلت طبعا السلم ونزلت، وفي ايه في ايه في لقيت البياعين هنا بيقولوا لي ضربوه على دماغه بالشومه وراح المستشفى. انا بحسب مثلا خبطه وابني مثلا متعور وكده. شويه لقيت البياعين بتلم وبتجري وناس بتجري وده بيجري، في ايه يا جماعه؟ سك احمد مات. هم دخلوا له هنا في الحاره، دخلوا له هنا قعدوا يدبوا فيه لغايه ما استدرجوه لغايه بره هنا. فلما طلعوا بره هنا برضو عمالين يدبوا فيه. فاحمد بيقول لعربي بيقول له انا ما هونتش، انت ما هونتش عليا 10 40 سنه جيره ان انا اعورك، انا هون عليك تعمل معايا كده؟ هو خد الكلام برضو ولا كانه سمع، وفضل برضو نازل فيه بالشومه على دماغه 7 خبطات على المخ، والثاني حط له بعد ما وقع الثاني حط له مطوه في صدره. الناصيه هنا بره، اعدمهم، عايزه اعدمهم، هو اللي هيبرد ناري. لكن ابني عربي ضربه بالمطوه هنا، قطع له دي هنا ونزل عليه بشوية زي ما يكون بيحرق. طول الليل في البلكونه، راح جايه في شقتي ما بنامش، والصوره بتاعته قدام من يعني من كتر ما ابص للصوره بحط خدي كده على السور بتاع البلكونه وبعيط، وبقعد وش ربنا اقول يا رب التلاتة عشان تبرد ناري اللي جاي عليا، يا رب النار تبرد كده من التلاتة يتعدموا. فيعني حرام ليه يعني؟ عشان خاطر ان هو مش عايز حد بيبيع تحت بيتنا ولا حد، مش كانوا يشدوا البنات من شعرهم، كانوا يشدوا الستات من شعرهم، كانوا يقعدوا لنا في المداخل، يقعدوا لنا على السلالم، يحطوا لنا في مواسير الميه، يحطوا في عدادات الميه تحت الحاجات اللي هم بيبيعوها. هو ذنبه عشان خاطر بيدافع عن بنت حتته ولا امه ولا اخواته يموتوه كده؟ شغالين بلطجيه، اي حد يتكلم معاهم روح فاتحين عليه المطوه ليه يعني؟ زي ما حضراتكم شفتوا كده، دي اسره بسيطه كانت حياتها ماشيه بطريقه طبيعيه لحد ما ظهر في المشهد تجار مخدرات. احمد زي ما تربى برجوله وشهامه طول عمره، ما كانش يسمح باي حال من الاحوال ان تجار المخدرات دول يستمروا انهم يبيعوا المخدرات، عشان كده اتصدى لهم برجوله ومات برجوله. عشان كده اهالي المنطقه لقبوه بشهيد الشهامه. بالتاكيد في مليون شهيد شهامه في مصر، طالما في خير وشر هنسمع كل يوم عن شهيد شهامه. المتهمين اتقبض عليهم واصبحوا بيواجهوا حبل المشنقه.